الاتحاد ما كان في القانون، ما في مندوب الجمعية للاتحاد، الآن موجود فيه. ضم الجمعيات وفرز الجمعيات يجب أن تكون عن طريق جمعية عمومية غير عادية. في عيوب كثير من القانون. لا من جميع الجهات. خلنا بتكلم في جزئية واحدة. في قانون اللي قال الأخ فاضل نائب أحمد السعدون. في قانون أيام محمد ناصر الجبري رئيس جمعية خيطان. في قانون أيام طلق الهيم رئيس اتحاد الجمعيات. في قانون الآن اللي هو الدبوس ومجموعته لما صار في اجتماع عنده في ديوانه باليرموك. في قانون الآن اللي هم الأخوان اللي مجتمعين أو معنى أصح. لا قصدك مشاريع قانون. لا مشاريع الأخوان، الأخوان اللي موجود. لا كل هذا قانون. الحين أقول لك يا عيوب كل قانون فيهم. هناك قانون بعد الأخوان اللي في عند أخونا عبد العزيز سمحان رئيس جمعية حطين. يعني في اجتهادات عنا نقولهم. بس إخوان رأوها أبو أحمد أنا ليش حابين حضورك معانا هني في البرنامج؟ واحد لخبرتك السابقة يا أبو أحمد، اثنين كحيادي أنت قاعد تشوفه وقاعد تطلع عليها. يعني هل يعقل أن الإخوان التعاونية فصلها تفصال هندي لهم شخصي؟ المساهمين قاعد يقولون ما أعطيتونا، يعني ما أعطيتوا شيء للمساهم، ما أعطيتوا شيء من الجهات الرقابية الشؤون رقابة أكثر، طالبوا مكافأة بدل 5000 6000 بدل التصويت صوت خلاه 3 أصوات. يعني واحد من الإخوان يقول ما نرضى. نعم انت نرضى احنا ككويتيين. خلنا اقول لك، قلت لك انا الان مثلا الشؤون عدلت الارباح من 7% الى 4%، عدلت الارباح من 15% الى 10%، كانوا بيسوونها 8% وترجيناهم انه ما يخلونا يزيدونها. هذا اثناء رئاسه ابو احمد. اي وحقيقه كنا يعني كان مبررات بس احنا بلعناها مبررات. تمام. فاحنا في القانون 24 على فكره، لما 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 ياو يدرسون القانون 24 درسوا القانون ووزعوه على الجمعيات كلها في ذاك الوقت في 79 وزعوه على الجمعيات كلها وقالوا لنا عطوا لنا رايكم خلال شهر يا جمعيات، عطوا لنا رايكم في هذا القانون وفي مواده وفي التعديلات خلال شهر. اعطيناهم راينا واللي ما اعطاهم معناها موافق على القانون وطبقوا ومشوا القانون مثل ما وصلهم بعد ما عدلوا او درسوا المواد، طبعا كلهم في التعاون في الاتحاد الجمعيات التعاونيه ذاك الوقت. فانا اعتقد بان القانون يحتاج الى مو تعديل ذاك التعديل، التعديل اللي سووه الاتحاد حقيقه طيب خاصه احنا ما نطعن في احد. لا ما نطعن ان شاء الله، بس انا المهم ككل نعم انا اعتقد بان القانون يحتاج الى العلاقه او عمليه العلاقه اللي بين الشؤون وبين الجمعيات التعاونيه. هني يجب ان تكون في يجب ان يكون في تعديل او في لوائح. ابو احمد ليش الاخوان ما حطوا جزئيه بسيطه نسبه لو 1% حق الحكومه ودش ديوان المحاسبه للرغابه على الجمعيات ما افضل ديوان احسن من ليش يدش ديوان المحاسبه؟ هذه امور شعبيه اصلا، هذه امور شعبيه. الجمعيات جمعيات شعبيه ملك للناس، الرقابه موجوده. اتمنى حقيقه ان يضاف شيء واحد الا وهو ابو احمد اللي هو التقرير الإداري والمالي، يضيفون تقرير من وزارة الشؤون في التقرير الإداري وتقرير في وتقرير من وزارة الشؤون في التقرير المالي بكل الخلل اللي موجود في الجمعية. أنا لما طلع التقرير والله هذا رأي مجلس إدارة، وبعدين يعطيك رأي وزارة الشؤون في التقرير المالي، يعطيك رأي مدقق الحسابات، ويعطيك رأي وزارة الشؤون، حتى الناس تعرف ان في خطا في الممارسات اللي تكون في الجمعيه. صوت الفكره المجزلي تفضل. بدنا يعني تذكرنا ابرز القوانين اللي انتم عدلتوها كلجنتكم، يعني اجتهادكم الله يعطيكم العافيه ما قصرتم ونثني عليها والله يعطيكم الف عافيه، بس نبي جزء بسيط اللي انت حافظهم. طول العمر موضوع اللي هو احنا غيرنا احنا بالماده 11، هي طبعا هي صلب الموضوع، اعتقد انها هي الاشكاليه الكبيره اللي قاعد شنو هي اللي قاعد يتصارعون عليها في اعضاء مجلس النواب، اللي هي اسقاط مجلس الاداره ككل وانتخابات. يا في ناس قالت تبيها على العضو نفسه، يعني ما تبيها كمجلس اداره ككل متضامن. احنا نبيها نفس السيستم هو الموجود ماشي عليه القانون القديم 79. عرفت موضوع كانتخابات انه ما يسقط مجلس اداره 9 مره واحده، لان هذا في انك اذا تنتخب الربع او ان تنتخب الثلث بالموضوع هذا، هذا راح يعطيني انا فوضى في مجلس الاداره، فوضى داخل مجلس الاداره كاداره. من اي ناحيه؟ من ناحيه ان فرضا اذا بدش انا عندي فرضا اذا اثنين من 9 ماشي
راح تجي لي انا يمكن مو اقل من 4 مجموعات موجوده في المجلس الاداره، وكل واحد توجهها، وكل واحد بفكره، وكل واحد ما نقاي طائفيه ولا سوالف او فكر او جماعته، عرفت؟ وكل واحد تدري ان الجمعيه هي تقريبا هي مدخل حق اي مكان، يا مجلس امه يا مجلس بلدي، وهذا كل واحد يبي يفرض ويبي يكسب شعبيه. اعتقد انه راح يصير في جدال كبير بالموضوع بالاتبه اتفه الاسباب، منها لو بتقول فرضا القوط المحارب، ماشي، لو فرضا مجموعته بلون احمر، هذاك يقول لك لا ابي لون اخضر، هذا يقول لك ازرق، ما راح تخلص معاه. كل واحد يبي يبدي رايه، كل واحد يبي الاصوات لو خليناها صوت واحد مو افضل للجمعيه؟ لا، ليش افضل للجمعيه؟ يعني اكثر، خلينا نتكلم بشفافيه، شفاف اكيد حلو، اكثر الاخوان التعاونين يبونها 3 أصوات، يبي يحافظ على قاعدته، على مجاميعه، يبي مجموعه جروبه توصل، سواء قبليه، طائفيه، حزبيه، ليش ما يكون صوت واحد وخليه يكون اضمن؟ خلينا نقول لك في واقع تجربه، لما رئيس مجلس اداره او امير الصندوق على قلب واحد، على ايد واحده، لا طبنا ولا غدشنا، راحت الجمعيه. اتكلم صراحه عباره، لما يكون انا صوت واحد واوصل فضل الله ثم مساهمين المنطقه، اقدر ادي دور احسن. انا قاعد اتكلم جميع القوى اللي حطوها. شو المشكله؟ شو المشكله اذا تقول انت الرئيس مجلس اداره وامين الصندوق يكون على قلب واحد، واي عضو مجلس اداره له حق انه يطلع على اي شيء، على الشيكات وعلى اي شيء، هم في رقابه من وزاره الشؤون، هم في مدقق، ليش تحطون يعني تحطون بالكم ان تاخذون جانب السيء فيها؟ تاخذون جانب من واقع تجربه. لا لا لا، مو واقع تجربه، صوت احنا واحد. ما نقول يعني هذا القوانين من 25 الى 10 الى 5 الحين. هل هو ان الصوت الواحد، هل هو هذا الصوت هذا راح يكون رقابي على الجمعيه؟ لا، ما يكون تجانس، يعني خلينا نقول معنى اصح، ما يكون تجانس بينهم، معنى اصح بعد الله يقول انا اللي نجحتك، انا خذيتك ودخلتك بوظيفتك. لا، انت ايش قلت؟ انت ايش قلت؟ قلت ما في تجانس، هل انت تبي تدير مجلس اداره ما في تجانس؟ انت الحين قلت ان تقول يعني انا ما في تجانس افضل غير متجانس؟ اكيد انت كل واحد يبي يحط سياسته حق الجمعيه. شوف الجمعيات اللي فيها تجانس، شوف سياسة. الجمعيات احنا الحين قاعد نتكلم، شوف الجمعيات اللي فيها تجانس في تركيبه مجلس اداره، وشوف الجمعيات اللي ما فيها تجانس في تركيبه مجلس اداره. هذه دائما فيها صراعات، وهذه تلاقيها من افضل الجمعيات مبيعات وارباح وخدمات للمنطقه كلها. فانت صوت واحد ياثر. وبعدين القانون ترى اللي قدموا لنا اياه اللجنه، او اللي دزوا لنا اياه عن طريق مجلس الامه، ترى فيه تضارب. يعني هو يقول لك انت مجلس مده العضويه في المجلس 3 سنوات، يسقط المجلس بعدها بالكامل. حلو؟ فانت كل 3 سنوات بتغير المجلس كامل. ما تدري ايش اللي راح يدش عليك بالمجلس الجاي، هل ناس عندهم خبره او ناس ما عندهم خبره، هذا واحد. التضارب اللي بالماده هذه، في ماده 21 يقول لك تعقد الجمعيه العموميه سنويا. انت الحين قاعد تقول لي هناك كل 3 سنوات يسقط المجلس، فمحاسبته جمعيته العموميه كل 3 سنوات بدعوه من مجلس الاداره خلال 3 أشهر لانتهاء السنه الماليه. شوف الشغلات اللي ينظر فيها، رقم 4 انتخاب اعضاء مجلس اداره في حاله انتهاء مدتهم. طيب انا اذا بغير المجلس كامل، شنو كان رايكم انتم تخلون مثلا؟ احنا نفس الوضع الحالي، الثلث الربع تبون الثلث تركيبه المجلس يطيح، الثلث اللي موجودين يطيحون نفس الحالي كل 3 سنوات، ويطلعون ناس غيرهم، يطلعون ناس غيرهم. ذكرت الجمعيه العموميه، نعم، ليش ما حطيته بالقانون او رايته للمساهم انه له حق يحاسب رئيس واعضاء المجلس الاداره؟ احنا بواقعنا الان السطره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه جروب وحزب رئيس مجلس الاداره، شلون تصويت؟ شلون تبي سؤال؟ ابي اوجه سؤال، ما يعطوني مجال، لا تسكير باب النقاش، لا شلون تبي انت تحط له باي طريقه ترونها انتم؟ هو ترى المساهم، شوف احنا يعني انا واحد من الناس ترى اللي ضد ان موضوع سكر باب النقاش، ما سكر باب النقاش، انا ليس طعنا فيكم، لا 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 لا، احنا نتكلم، احنا نتكلم كوضع احنا قاعد نشوفه. ترى انت لما تقول ترى من حق اي مساهم انه هو يوقف ويقول حق ممثل وزاره الشؤون سجل تحفظي على شو اسمه، انا فلان الفلاني وهذا رقم صندوقي، سجل تحفظي ويرجع يراجع الوزاره يقدم فيها شكوى رسميه. لكن هذا العرف اللي انت عندك موجود بالبلد اصلا، مو بس انت عندك، يعني كل الجمعيات ترى نفس الطريقه. اذا انت بتعدل قانون الجمعيات التعاونيه، فترى انت راح تعدل كل الجمعيات الثانيه، جمعيات النفع العام وجمعيات كلها لازم تغيرها، ولازم تقول يطيحون بعد 3 سنوات ويطلعون ناس غيرهم وتشرط الشهاده. نوادي 11 شخص، لا لا، ما يخالف، انت تقول النوادي 11 شخص، انت ما جزأته،
ما جزيت حتى هم جروب واحد قاعد ينتج بالعادة. انت لما تقول انت الجمعية العمومية السطر الاول والثاني مو نفس الشيء، القانون الانتخابي ما له شغل، قانون انتخابي بالتصويت، بس انت تقول لي وقت التصديق ما التصديق حتى لو تحط ربع صوت نفس الشيء ما تغير شيء، ما يتغير دبوس ابو خالد. اسالك هالسؤال يعني اشكرك على اجتماعك في اللجنة الصحية مترأسة في الأستاذ رولا الدشتي وكذلك أخوانك التعاونين، شنو دار الحديث في الديوان عندك؟ أمانة الندوة اللي صارت عندنا كان قبل يعني أجلنا، كان هدفها هدفنا بالضبط كان التأجيل اللي هو تأجيل المداولة الثانية. لله الحمد يعني فضل أخواننا التعاونين وأمانة كلهم كانوا موجودين أكثر من 20 جمعية، أجلنا المداولة الثانية لدور العقاد الجاي. النقطة اللي يتكلم فيها البناي موضوع الثلاث أصوات والتسعة، احنا ناقشنا فيها الدكتورة يوم حضرت عندنا الندوة، كلمناها وقلنا لها طبعا وقتها كنت يعني ناشط في الأمور التعاونية لاني عضو ولا شيء، كلمناها وقلنا لها قالت انتوا يعني شنو تبغين تشوفون؟ قلت لها الدكتورة انت قاعد تقولين واحد بخمسة، طبعا انا قاعد اكلمك اول شيء كان واحد صوت واحد بخمسة أعضاء كل ثلاث سنوات، يعني احنا تسعة ومو قادرين نلحق في الجمعيه كمجلس اداره ومش عارف، يعني في اشغال الناس يعني يعني ما تعرفها لجان وما لجان والامور هذه اجتماعات بشكل دوري بشكل يومي، لكن احنا قلنا يا دكتوره يعني قالت خلاص النص يعني تسعة باثنين. انا وجهه نظري يعني كان بامكان ان الاخوان قبل يعني يدشون على تسعة بثلاثة ويصرون على غرايهم كان يقعدون مع اللجنة الصحية، بس أنا قعدوا مع اللجنة الصحية؟ لا لا ما قعدوا، بس خليني أقول لك لا لا ما قعدت فيها، لا ما قعدت ما قعدت مجلس بخالد، لا لا هذه المداولة المداولة الأولى دعت بخالد بس ما خليت دعت التعاونين اللجنة الصحية، التعاونين رفضوا الحضور كان قبل نفس يوم الندوة. ليش رفضوا؟ وجهة نظر، كان يحملون وجهة نظر مجموعة من التعاونين رفضوا الحضور. فهذه النقطة اللي يعني احنا تكلمنا فيها موضوع الصوتين كوجهة توصل الحل مع اللجنة، انا اقول ممكن ان تاخذ منهم الصوتين، واعتقد الحين موافقوا على الصوتين التسعة، الصوتين التسعة. احد اعضاء اللجنة قاعد يقول لي اطلعنا على القانون اللي قدموه الاخوان مشكورين، يقول يعني كيفوه على نفسهم. لا لا مو لا لا ممكن. ما بين تفرق الرئيس وامين الصندوق، ما بين العضو المكافأة من 3000 الى 6000، ما بين هي المكافأة اوريدي موجودة يعني، لا المكافأة 3000 3000 الحين ارفعوها على حسب هم يبونها 6000 الاخوان، يعني ما راهم ما تتجاوز 6000 دينار، ما تتجاوز 6000 دينار ما تذكروها ارفعوها 10% من الارباح ما تجاوز. الاخوان مشكورين هنا باللجنة صح، يعني شيء انا مهتم فيه اللي هو المتر املاك الدوله، الله يعطيكم الف عافيه انكم تبنيتوا هالجزئيه هذه. بس ابو احمد بحكم انك تعاوني خلينا نقول عتيد شوي مخضرم، شو اللي رايته اعضاء السابقين نرجع السنين اللي طافت واعضاء الوقت الحالي بكل امانه؟ اول شيء يجب ان نحسن الظن احنا في الحاضرين والسابقين، لا في اساءه ظن حقيقه في كل من الشؤون ومن كل الناس. هذين الشباب ولهم طموحات ولهم تطلعات ويبون يخدمون منطقتهم ويبون يبرزون نفسهم ويبون يسوون شيء لهذا البلد المعطى، وبالتالي قاعدين يرشحون نفسهم للجمعيه، والجمعيه حقيقه الله يسخر ناس لهذه للخدمه. لا يعني ترى 3000 او 4000 هذه ما معاش عامل في الجمعيه، بس خلينا نقول ابو احمد اذا ليش ما راوا هالنظره هذه؟ اذا الجمعيه ربحت ارباحها لك بحد اقصى 3000 حلو زين، واذا الجمعيه خسرت من فعلهم؟ لا هني يعاقبون، يجب ان يعاقبون. لا في اخوي خالد ترى احنا ترى غلظنا العقوبات، ها لا العفو اكثر من العقوبات. العقوبات شوف العقوبات يجب ان تكون في عقوبات، وبالتالي انا يعني مفروض انه يعطى خمسه من الجمعيه العموميه ممكن يرفعون قضيه خيانه امانه من هذا المجلس او من الاعضاء، يرفعون قضيه عليهم، فالخساره طبعا عليهم، لكن الارباح انا ما ادري ليش حطوا 6000 حقيقه. القانون الحالي يقول لك 10% او ما يحدده الوزير ايهما اقل. لا و3000 لا مو ما في 3000 في ايهما اقل زين العفو لما انا مكالمه اول كنا ناخذ 10% استكثروها على الاعضاء طبعا، قال لك ما يسوون شيء، و10% لما زادت المبيعات قال لك او لا حتى المساهمين ما تحكي ما سمعنا صوت التعاونين من 15% صارت 10% ولا تعاون فتح حلجه معنا اتصال من اخونا